النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية. مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم. يوم غد الأحد أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، لكنها حارة في منطقة الأغوار والعقبة، وحارة نسبيا أيضا في مناطق السهول الشرقية، البادية الشرقية والبادية الجنوبية الشرقية، لكن المناطق الشمالية ومناطق المرتفعات الجبلية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا. المناطق الشمالية 32-20، المناطق الوسطى 29-20، المناطق الجنوبية 28-17، العقبة 39-28. منطقة البحر الميت والأغوار تتراوح ما بين 38-40 العظمى، والصغرى بتكون بحدود ما بين 26-29 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الشرقية 32-20، ومنطقة البادية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 37-22 درجة مئوية. يوم الاثنين هناك انخفاض على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء تقريبا لطيفة إلى معتدلة أثناء النهار، وتبقى لطيفة أثناء الليل، أجواء ربيعية تقريبا معتدلة، درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. المناطق الشمالية 29-20، المناطق الوسطى 27-18، المناطق الجنوبية 26-17، الخليج العقبة 37-27 درجة مئوية. هناك انخفاض على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء حارة في العقبة، وكذلك الأجواء حارة في الأغوار، بتكون العظمى بحدود ما بين 36-38، والصغرى ما بين 26-28. المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة 30-19، ومنطقة الرويشد 36-20 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا الأجواء معتدلة في النهار، لطيفة في الليل في معظم أجزاء المملكة، لكنها حارة في الأغوار والعقبة والمناطق البادية والمناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية الشرقية. مناطق الشمالية الحرارة المتوقعة غدا 30 يوم الثلاثاء 30 والصغرى 20، المناطق الوسطى 28-20، المناطق الجنوبية 26-17، العقبة 37-28، والمناطق الجنوبية الشرقية 30-19، ومنطقة الرويشد 34-21 درجة مئوية. أحوال جوية المتوقعة يوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، تصبح أعلى معدلاتها ما بين 2-3 درجات مئوية، المناطق الشمالية 31-21، لكن تبقى الأجواء في المناطق الجبلية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، 31-21 المناطق الشمالية، المناطق الوسطى 29-21، المناطق الجنوبية 27-19، الأجواء في الأغوار حارة، وفي خليج العقبة أيضا حارة، في خليج العقبة 39-30، وفي الأغوار ما بين 37-39 درجة مئوية، وأيضا البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 32-20، وفي منطقة الرويشد والبادية الشرقية أجواء حارة 37-22 درجة مئوية. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 3-4 درجات مئوية، المناطق الشمالية 33-22 أجواء حارة نسبيا، وأيضا المناطق الوسطى 31-21، المناطق الجبلية الجنوبية 29-18، الأغوار أجواء حارة والعظمى المتوقعة بحدود 40-41 درجة مئوية، منطقة
منطقة الأغوار والبحر الميت، والصغرى بحدود 30 درجة مئوية، العقبة 41 إلى 30 أجواء حارة، والبادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 33-21، ومنطقة الرويشد والبادية الشرقية 37 إلى 22 درجة مئوية مع أجواء حارة. الأحوال الجوية المتوقعة يوم الجمعة أيضا شبيهة بأجواء يوم الخميس، لكن تقل درجة الحرارة بحدود درجة عما ستصل إلى يوم الخميس. تبقى الأجواء تقريبا حارة نسبيا، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 1 إلى 3 درجات مئوية، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 32 والصغرى 22، المناطق الوسطى 30-22، والجبال الجنوبية 28-20، الخليج العقبة والأغوار أجواء حارة، والعظمى المتوقعة في العقبة 40-30، الأغوار تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة مئوية العظمى وأجواء حارة، المناطق الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 34 إلى 22، ومنطقة الرويشد أجواء حارة 37 إلى 24 درجة مئوية. مشاهدينا، نتمنى للجميع أوقاتا سعيدة وممتعة، ولكم تحية طيبة مني ومن طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.